قلت أنه خلال فترة بسيطة ونحن لا يمكننا أن نبقي أنفسنا محبوسين كما يفعل جو، فهو لديه القدرة على أن يحبس نفسه لفترة طويلة ويحصل أموالا من مكان ما. لا يمكننا أن نبقى في القبو، وأنا بصفة الرئيس لا أستطيع أن أقوم بذلك، لكن مع ذلك قد يروق لي أن أجلس في غرفة جميلة في البيت الأبيض، لكن هذا ليس من سماتي. وكل السبل التي كانت موجودة لدي سخرتها، وفي كل الاجتماعات التي قضيتها كان يصعب علينا أن نقوم بإلغاء كل شيء. وقلت كما تعلمون أن هذا الأمر خطيرا، وكنت قد أصبت بالمرض وتعلمت الكثير منه بفضل الأطباء الكبار والمستشفيات العظيمة، وأنا تعافيت. 99.9% من الشباب يتعافون، 99% من الناس يتعافون. لابد لهم أن يتعافون. لا نستطيع أن نقوم بإغلاق البلاد أو نغلق المدارس أو نغلق هذه الأمة.